وقد اطلق المجلس التنسيقي لمنشات خدمه حجاج الداخل عددا من المبادرات والشراكات لموسم حج هذا العام وتهدف تلك المبادرات والشراكات الى تعزيز النجاحات السابقه للمجلس التنسيقي من خلال تعزيز نقاط القوة وتحسين الفرص وايجاد الحلول المبتكره لتجاوز التحديات بما يسهم في تحقيق اهداف المجلس التنسيقي وتطلعات وزاره الحج والعمره في هذا المجال الى جانب الاسهام في زياده معدلات التوظيف والتوطين ورفع جوده الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن وضمان استدامة منشآت خدمة حجاج الداخل، وتفعيل دور منشآت خدمة حجاج الداخل في المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية.